تحت رجليك. وقصر ابوك مفتوح، لو عايز ترجع تقعد فيه محدش هيمنعك. عمي انا جيت لحضرتك هنا عشان مش عايز اروح القصر تاني، وبعدين عايز اطلب من حضرتك طلب تاني. الفلوس اللي هاخدها ديت يا ريت تبقى من فلوس ابويا. ابوك ما سابش فلوس يا حسن، ابوك ساب تركز مع العيله نعيش فيها كلنا وناخد منها كلنا. وبعدين فيها حسن لما تاخد فلوس من عمك ليه بتعمل فرق؟ ما طول عمر العطارين فلوسهم واحد. الكلام ده كنا بنسمعه زمان واحنا في الدار لما كنت انت معانا هناك، لكن مع الوقت كله بيتغير. وبعدين انا مش عايز يبقى ليا دين عند حد، ومش عايز كمان اكتر من حقي. لو هنتكلم عن الحق مش هتاخد حاجه خالص، بس انا مش عايز ادقق معاك في الكلام عشان عارف انك مشحون كفايه. الفلوس يا حاجه جايبها وجاي في الطريق، وانا برضو بيتي مفتوح لك في اي وقت. شكرا عمي. العفو يا ابني. انا اتفقت خلاص، البضاعه هتوصل لحد الحدود الجنوبيه وانت هتستلمها هناك من النوبه، وهيكون معاك موسى ورجالته. مش الاتفاق مع نوح ان البضاعه تيجي مفروح؟ ده بالنسبه له هو، انما اللي هيوصل الشحنه لحد النوبه حد تاني خالص. التاني خالص؟ يعني ايه؟ يعني انا خلاص مش هعمل لاي حد تاني، انا وانت بس اللي هنبقى عارفين البضاعه داخله من النوبه مش من مطروح. طب الترتيبات اللي معموله في مطروح عاملينها ليه ما دام البضاعه من جايه من هناك؟ ايه يا هارون؟ مين قال ان مفيش بضاعه جايه من مطروح؟ في طبعا. فهمني. هفهمك. ما قلتليش يا حسن، ناوي على ايه بخصوص اخواتك اللي اتطردوا من الدار؟ دار ايه بقى يا عمي؟ خلاص دار ما بقناش ايد فيها. بعدين حدوته الدار ديت كانت في اولها حلوه، وفي الاخر قلبت حزينه. طب والرجاله واسم العطارين وسط الناس؟ يا ريت بقى اللي تهمه الحاجات دي كلها يروح يرجعها. وانت يا عزيز، انا الكلمه اللي حسن يقولها سيف على رقبتي، هو اكتر واحد ادرى بمصلحتنا. امال ليه يا عزيز لما حصل هجوم على الدار كلمتني وقلت لي الحقنا يا عم سليم؟ ده عشان كان حسن مش موجود بس، وعشان المفروض ان احنا تحت حمايتكم. ومعلش يعني يا عمي لما اخواتنا لجأوا لكم وقال لكم الحقونا انتوا عملتوا ايه؟ ولا حاجه، بالعكس سبتوهم اتشردوا من غير حتى اكل ولا شرب وخلاص. يا خساره يا ابو علي، اول مره اشوفك ضعيف بالشكل ده. ضعيف عشان انتوا ما سبتوليش اي حاجه تانيه، خليتوني عايش في اسوء. بس أنا الوحيد اللي كنت عايش في الدار يتيم، وأبويا وأمي عايشين. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. يا أبو علي، أنت مش أنا عليك تبص في وشي حتى ولا إيه؟ أنت حتى بقول مسامح كريم يا أخي. أنا لا مسامح ولا كريم. أنا حصل العطار اللي أنت تعرفه كويس يا يحيى. خلي بالك أبو علي، لسه عامل حساب إن أنت أخويا. ما تخلينيش عاملك معاملتك. عارف يا ابني أنت ليه حظك وحش؟ إنك لما ضربتني بالنار ما متش. وده اللي وجع لك كرامتك قوي، ان انا مش قادر اسامحك. ما تستنى يا حسن، استنى يا ابني واستهدى بالله كده، خلينا نعرف نتكلم. يحيى اخوك برضه. لا يا عم انا ماليش اخوات، انا اخواتي هم اللي عايش معاهم في الدار وبس، غير كده لا. وعلى فكره ابويا الله يرحمه لما مات كان سايب امانه وخلاني وصي عليها انا وعزيز. يا ريت بقى تلحقوها قبل ما موسى هو اللي يلحقها. وانت ناوي تسيب الامانه يا حسن؟ ما خلاص
ما بقتش فارقة أي حاجة. أمانة؟ أمانة إيه؟ لما تروحوا هناك هتعرفوا. ألو؟ أيوة يا دكتورة، أنا عيد. ازيك يا عم عيد، عامل ايه؟ ازيك وازاي اخبارك؟ يا رب صحتك تكون تمام. انا بخير يا ست البنات. المهم الاستراحه بتاعتك اتشبت فيها النار واتحرقت كلها. انت بتقول ايه يا عم عيد؟ يعني ازاي الكلام ده حصل؟ معرفش والله يا دكتوره، انا لقيت النار بتشب منها، جريت انا والرجاله وقعدنا نطفي فيها، بس ما بقاش فيها اي حاجه، النار قضت عليها كلها. ربنا يعوض عليك يا دكتورة. أنا عارف إنك ما بتخرجش من الدار، بس أنا كان صعب إن أنا أجيلك، وصعب برضو إن أي حد يشوف التحركات اللي هتحصل في الدار. ولا يهمك سيف بيه، طالما مصلحة خلاص، كلنا خدامين وأكل عيشنا. بس يعني ايه موضوع التحركات دي؟ في بضاعة هتيجي من الحدود الجنوبية، الناس هتوصلها لغاية الحدود، وانت وهارون هتستلموها وتنقلوها للطريق الشرقي، المفروض الرجالة بتاعتك بتأمنوا. ايوه يا سيف بيه، بس يعني احنا اتفقنا كان ان احنا نأمن الطريق الشرقي، لكن موضوع ان احنا ننقل البضاعة دي ده موضوع جديد ويحتاج لمؤاخذة، يعني اتفاق جديد. يا موسى يا عليك، دايما باصص تحت رجليك، بتحب الفلوس وبس، الورق ملوش اي قيمة. بص على السكة الجديدة اللي انا بفتحها لك، هعمل منك تاجر كبير قوي، مش مجرد اجري، عنده رجالة بيشغلها. لا يا سيف بيه، ما تاخذنيش، أنا مش شجري، موسى الجلاد بيعرف يخلص اللي انت نفسك ما تعرفش تخلصه. طبعا، بس انا عايزك تصرف نظر عن الشغلانه دي وتفكر في الشغل الاكبر، هيرفعك لفوق فوق قوي. ماشي، بس برضك يلزمنا اتفاق جديد. ماشي يا موسى، نعمل اتفاق جديد. التوسعات اللي احنا عايزين نعملها يا عم مهدي هتحتاج عدد موظفين اكبر، وانا عايز اسيب لك بقى المهمه دي، لان موضوع التعيينات الجديده دي حاجه مرهقه قوي بصراحه. طب واحنا بس ليه ندور على موظفين جداد عشان نعينهم يا استاذ؟ ما هو اللي هيفهم في الشغل ده وهيبقى قلبه على المجموعه بجد هم الموظفين بتوعها، الموظفين القدام يعني اللي كانوا موجودين في مجموعة العطارين القديمة. والله يا ريت طبعا، بس دول هنلاقيهم فين؟ نلاقيهم فين يعني ايه؟ أنا أساسا اللي معينهم كلهم بنفسي. بجد؟ اه بجد. يعني أعتمد عليك في الموضوع ده؟ أعتمد على الله يا أستاذ، أعتبريهم عندك من دلوقتي، بعدين ما تقلقيش، ده أنا الحاج مهدي. ماشي يا حاج مهدي. أنت عايزة إيه من جوزي؟ وبتطرديه ليه؟ بطرده؟ أنت فاهمة غلط يا هانم. تحاوليش تنكري، أنا قريت الرسايل وفهمت كل حاجة. فهمتي، بس برضو فهمتي غلط، علشان ما قريتيش غير الرسايل وبس. الموضوع أكبر من كده بكتير. أكبر من كده وبكتير؟ أنت تقصدي إيه؟ أنا شايفة تروحي تسأليه هو الأول وتحلوا مشاكلكوا سوا، وما تحاوليش تهدديني بالشوشرة، علشان مش في مصلحتنا كلنا، لا أنا ولا أنتي ولا هو. أنت عايزة إيه؟ انت اللي جاي لغايه هنا برجليك يا هانم، والمفروض انا اللي اسالك السؤال ده. انت عاوزه ايه يا مريم هانم؟ انا مش عارفه عجبه فيكي ايه. ممكن تساليه هو برضو السؤال ده. نورت يا مريم هانم. تفضلي تعيطي كده كتير؟ انت ما كنتيش حاجه من الصبح؟
كفايه حزن يا حنة. اوعدك اني هبني لك واحد تاني. انا عارف ان انا السبب في اللي حصل ده، بس والله ما كانش قصدي. انا عمري حنة ما تخيلت ان ممكن حاجه وحشه تحصل لك واكون انا السبب فيها. ضحك عليا. مش انت كنت عايز تعرفي الحقيقه؟ الحقيقه ان انا شخص سيء، مجرم، تاجر سلاح. بس والله العظيم يا حنة من ساعه ما عرفتك وانا اتغيرت. كنت عايز ابدا بيكي صفحه جديده مع الدنيا، بس ظهر بقى ان هي مش راضيه. حنة انا اتظلمت كتير قوي في حياتي، وعمر ما حد طبطب عليا غيري. مين اللي عمل كده يا امير؟ مين اللي حرق لي المزرعه بتاعتي؟ مين اللي حرق لي اكتر مكان بحبه في حياتي؟ اللي عمل كده حد كبير قوي، وانا ما وعدتكيش ان انا هقدر عليه، بس وعدك ان انا من دلوقتي هقفل وهجيب لك حقك. مش هوريك وش تاني يا حنة غير لما اجيب لك حقك، حتى لو كان اخر يوم في عمري. امشي يا امير وسيبني، ابعد عني وخليني في حالي.